السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله. فاضل كام يوم على رمضان؟ هنبدأ بقى نعمل حاجة رمضان، هنعمل حاجات بسيطة وحاجات اقتصادية. طبعا كلنا او معظمنا بيحب الكنافة جدا، ودي من مظاهر رمضان اللي هي الكنافة والقطايف والجلاش. انا النهاردة هعمل لكم الكنافة بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. طبعا انا معايا حوالي نص كيلو من الكنافة، حطيتهم في الفريزر حوالي 3 ايام او 4 ايام، وبعد كده حطيتهم برا، وبرضو كانت لسه معايا طرية، فبدل ما احطها في الكبة قلت اقطعها قدامكم كده بطريقة سهلة وبسيطة، علشان طبعا اللي ما عندهاش كبة تبقى عارفة ان هي تقدر تقطعها بالسكينة عادي جدا. ولو هي ناشفة معاكي او نشفت معاكي في الفريزر تقدري تكسريها بايديكي من غير اي افتكاسة ولا من غير اي مجهود. وبرده ممكن نستعمل المقص، بس يكون مقص طبعا مخصوص للاكل، مش بنعمل بيه اي حاجة تانية، لا سمك مثلا او اي حاجة، لا مخصوص للاكل بس، علشان ما يبقاش طبعا فيه زفارة ولا اي حاجة. هنعمل بقى كل الكمية اللي معانا زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما تخلص معانا انا هاخد حوالي معلقتين كبار من السكر البودر، وطبعا لازم يكون سكر بودر، ما ينفعش سكر حبيبات. هنحطهم على الكنافة وهنغلف الكنافة بالسكر كويس زي ما هتشوفوا معايا ان شاء الله دلوقتي. وطبعا هنا فايدة معلقتين السكر اللي احنا بنحطهم ان هو بيساعدها على ان هي تبقى مقرمشة، وكمان بيديها لون بلوند كده بيبقى حلو جدا، هتشوفوه طبعا معايا ان شاء الله لما تطلع من الفرن. وطبعا انا عايزه اقول لكم ان الوصفه دي لو عملتوها بالكنافه كمان العاديه اللي هي المانوال هتبقى احلى بكتير من الكنافه دي، هتبقى جميله جدا جدا، بس للاسف انا مش بلاقيها. ان شاء الله لو لقيتها المره الجايه نعمل وصفات كتير بالكنافه العاديه. هنا انا باخد حوالي كوبايه الا ربع من السمنه، اي طبعا ماده دهنيه عندك ممكن تستعمليها، بس من غير الزيت، يعني ما تكونش الزيت، لان الزيت مش هيديها الطعم اللي انت عايزاه. انا خدت هنا كوبايه الا ربع، وهاخد بعد كده ان شاء الله نص كوبايه. دخلتها الميكرويف لمده 30 ثانيه، عشان طبعا بس عايزاها تبقى سايحه معايا عشان اعرف اغلف بيها الكنافه بتاعتي. وهنا طبعا في طبق كده هنزل بالحشوه، طبعا الحشوه دي حسب الرغبه وحسب ما انت عايزاها، وممكن جدا تعمليها ساده من غير اي حشوه، او تحطي على الكنافه وهي كده زي ما انتم شايفين مع معلقتين السكر، ممكن تحطي كمان معلقتين جوز هند، لكن انا هحط زبيب وجوز هند وكمان سوداني مجروش. طبعا كل الحاجات دي فاضلة عندي من رمضان اللي فات، لان طبعا كنت جايبة كمية الحمد لله كبيرة، يعني هفضيهم كده في طبق اكبر شوية عشان الطبق اللي معايا كان صغير. هقلبهم على بعض وهي دي هتكون الحشوة بتاعتي. وطبعا عشان نحافظ على الحاجة ما تخزس ولا اي حاجة بنحطها في التلاجة، يعني الحاجات دي انا كنت حطاها اصلا في التلاجة. ودلوقتي طبعا بعد ما سيحت السمنة زي ما انتوا شايفين كده هغلف طبعا الكنافة بتاعتي بالسمنة كويس جدا، علشان طبعا اعرف احطها في الصينية. انا عايزة بس اقول لكم ملحوظة، لو الحشوة بتاعتك حشوة زي البودنج او المهلبية مش هنحط غير على نص الكنافة بس سمنة، والنص التاني هيفضل زي ما هو. طبعا ان شاء الله لما اجي اعملها بحشوة الكريمة او بحشوة المهلبية هقول لكم ليه بقول كده. كده بغلف بقى كل السمنة زي ما انتوا شايفين، وزي ما قلت لك ممكن تستعملي اي مادة دهنية ما عدا الزيت او الزبدة، عشان مش هتنفع طبعا الزبدة فيها نسبة من اللبن او الخط، وكمان الزيت مش هيطلعها معاكي زي ما انت عايزة. بفرد كده نص الحشوة في الصينية بتاعتي وبضغط عليها ضغط جامد جدا، بحيث ان هي طبعا تبقى متماسكة كلها مع بعض. طبعا ممكن جدا تجيب صينية اصغر وتضغطي عليها، بس الصراحة انا كسلت فقلت اكمل بايديا يعني، واضغط بايدي يعني، فزي ما انتم شايفين كنت عايزه الحق كمان قبل النور ما يقطع اسويها واخلص، لان انا طبعا بشتغل في الفرن اللي بالكهرباء.
فكل كان كل همي ان انا اخلصها قبل النور ما يقطع معايا. هنا طبعا انا مجهزه السيرب، انا جاهز السيرب عندي بيبقى جاهز على طول طول السنه. هاخد حوالي 3 معالق كده علشان بس الخلطه معايا تبقى متماسكه. يعني ممكن تستغني عن الخطوه دي وممكن تعمليها عادي مفيش مشكله. هحط بقى ايه كل الحشوه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله يعني، وافردها. ودلوقتي بقى بنحط الطبقة التانية على الحشوة زي ما انتم شايفين، هنحطها طبعا بالراحة. بعد كده هنضغط عليها ونخليها نسويها ببعض كلها علشان ما تبقاش طبعا معانا حتة عالية او حتة واطية. انا هنا زي ما انتم شايفين كده جبت غطا حله كده بدات اضغط عليها. ممكن تعملي ببرطمان بكوبايه، ممكن بقى لو انتي يعني ما شاء الله قويه تقدر تعمليها بايدك زي ما انتي عايزه، بس انا كنت هنا بقى خلاص مش قادره اعملها الصراحه، فجبت غطا حله وبدات ان انا اضغط عليها. وبعد ما خلاص كده حطيت الطبقة التانية زي ما انتم شايفين، انا سيحت كمان نص كوباية من سمنة لان طبعا حسيت ان هي محتاجة سمنة شوية. كمان حطيتها فوق الوش هتساعدها طبعا على ان هي تحمر وان هي تستوي بسرعة ان شاء الله زي ما انتم شايفين معايا. ودلوقتي بقى انا مسخنه الفرن على درجه حراره 180. طبعا لازم نسخن الفرن قبل ما نبدا نشتغل. هدخلها هتقعد معايا حوالي نص ساعه لساعه الا تلت. دلوقتي بقى بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين ما شاء الله يعني، طبعا سامعين صوت صوت السيرة وهو طبعا ساقع او بارد، وهي طبعا سخنه جدا. لازم طبعا تكون هي سخنه ويكون السيرب بتاعي ساقع زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. هقلبها معاكم دلوقتي وهتشوفوها طعمها بجد حلو قوي قوي قوي. طبعا انا استعجلت عشان اوريها لكم فقطعتها وهي سخنه. لكن تقدري تسيبيها طبعا لما تبرد. هي بتتاكل عامه سخنه او بارده زي ما تحبي. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص معاكم. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش طبعا دعمكم لينا باللايك والشير. وطبعا اتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وطبعا لو في حد فيكم محتاج وصفة معينة او عايزني اعمل حاجة معينة على الصفحة بتاعتي، ياريت برضو اكتب لي في الكومنتات رأيكم، يهمني جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.